انا شفت الجول ده فين قبل كده؟ اه هو بتاع نيجيريا والنبي، حتى محمد النني افتكر اول ما الكوره ما اتحسبت فاول، راح عامل راسون قال له بص روح اقف انت في اقصى الزاويه هناك وسيبني الحيطه هنا وريال هيشوطها في الزاويه بتاعتك يا معلم وطير انت بقى. وسبحان الله يا اخي تنبؤات النني كانت صحيحه ورياض فعلا بيحطها، بس رونالدو سبحان الله تحس ان هو قال لك ياه، فالكوره بيتم احراز فيها الهدف الثاني، ووقتها الارسنال اكلينيكيا بيموت تماما علشان خاطر السيتي يفتكر ان هو جه الحفله متاخر. يعني سبحان الله يا اخي المباراه بتبدا مفترض ان السيتي بيجيب هدف في اول دقيقتين، زينتشينكو اللي اخيرا رجع بعد بيب جوارديولا ما رجع عنه بيلعب الكروس لجابريل جيسوس وبيجيب الهدف الاول. يلا بقى بدينا والافراح والهلال الملاح والسكورات وكده كده ارسنال. ارتيتا رجع لل 3 4 3 ثاني، قال لك انا بكسب الفرق الكبيره بالاسلوب ده وبلعب ظهر دايما الباكات بتوعهم بالاطراف بتوع الطيارين اللي هو مفترض كان بيلعب مارتينيلي وويلوك. اه يا اسطى كان بيلعب ويلوك، كان مفترض ان ويلوك هو اللي كان هيبقى طاير في الجبهه بتاعته. بس سبحان الله يا اخي يعني ارتيتا من زمان هو غبي، بس جه في الاخر خالص كده وعك الدنيا والموضوع باظ جدا معاه. وقبل ما نتكلم على موضوع ارسنال عايز اكلمك النهارده على ان مانشستر سيتي صعب المباراه على نفسه. بيب جوارديولا فجاه كده اكتشف ان انا مش عايز اصور 4 3 3 اطورها ليه؟ ما انا 4 2 3 1 واحط برناردو سيلفا صانع العاب واحط رياض طرف واحط فيل فودن طرف وتحتيهم رودريجو وفرناندينيو. هتقول لي فرناندينيو كان يستحق الطرد على فكره؟ اه كان يستحق الطرد، بس اعمل ايه؟ ارسنال فريق منحوس، يوم ما الفار ما تمش استخدامه فرناندينيو ضرب سيدريك سواريز في لقطه يطرد فيها، او ضرب داني سيبايوس تقريبا وفي لقطه يطرد فيها. والمهم جمهور ارسنال قال لك بصوا احنا حاطين طموحنا كله على مارتينيلي، اللي هو حاطط طموحه كله على عيل 19 سنه. شوفوا الازمه اللي الفريق فيه، بس عادي بيقدر ارسنال ان هو يلعب ربع ساعه كده محترمه، لان السيتي فجاه بعد ما جاب الهدف الاول قال لك احنا عايزين نريح، احنا عمو جوارديولا قال لنا ان احنا مش لازم نجيب هدف تاني، احنا بقى لنا شهرين ثلاثه ما بنكسبش غير 1-0 2-1 الحاجات دي، مش هنقعد نعمل سكول على ارسنال. وكده كده ارسنال مركز 15 والدنيا عماله تخبط فيهم. وارسنال راح داخل في الجيم واول كروس بيترفع بتلاقي لاكازيت بيجيب هدف التعادل ونخش ما بين الشوطين. لا يا معلم كده في مشكله، بس لقطه قبل نهايه الشوط الاول هي اللي غالبا كده قضت على ارسنال، وهي اصابه مارتينيلي لما اشترك مع حارس المرمى جاك. الراجل دخل ازاك اسف دخل في دخله غريبه غشيمه شويه، بس خد الكوره ومارتينيلي بيتصاب وبيتغير ما بين الشوطين بنيكولاس بيبي اول 5 دقايق مش ما بين الشوطين، لان هو نزل معاهم بعد كده ما قدرش يكمل ما قدرش يتحمل راح مغير ونزل نيكولاس بيبي. وبعدها سبحان الله يا اخي الفرق جه ومحرز بيقدر ان هو يجيب الهدف الثاني، وبعد كده بعدها بدقيقتين فيل فودن بيجيب هدف شك ان هو تسلل بصراحه مشكوك فيه انه تسلل، بس بيجيب الهدف الثالث وفجاه تلاقي المباراه خلصت تماما. وبعد كده نرجع اجويرو علشان خاطر اجويرو وزنه تقيل شويه، ويلا يا عم اجويرو وانزل. وبعد كده سيتي بيقدر يجيب الهدف الرابع عن طريق امريك لابورتو يخلص المباراه وتقريبا كده يخلص مسيره مايكل ارتيتا في ارسنال. خلصنا الكلام عن المباراه، هنتكلم بقى على موضوع ارسنال. لا مؤاخذه يعني انا بتكلم على مايكل ارتيتا من اول يوم مايكل ارتيتا جه فيه قلت يا جماعه الراجل بيحاول يطبق شغله اللي اتعلمه مع بيب. مفترض لما بتكون راجل تاني مع مدير فني ليه رؤيه فطبيعي انك اول حاجه هتعملها تروح النادي الجديد بتاعك تحاول تطبق الشغل اللي انت بقالك 3 سنين بتتعلمه. المشكله كلها ان الكلام ده ما جابش 4 2 3 1 4 3 3 ما جابوش. جاء الفرق امتى؟ لما اصابه بردرينو وقرر ان هو يغير الطريقه ويلعب بالثلاثه 3 3 4 3 وهي كانت 3 5 2 علشان خاطر بيحاول يغطي مارتينيز علشان ما يتشطش عليه كتير وما يروحش عليه كتير. وفجاه سبحان الله الفرقه بدات تسلك معاها والفرقه بدات تعتمد على المرتدات، وفجاه اوباميانج بيقدم لك اداء كويس، وفجاه بتلاقي نفسك ان انت خدت كاس الاتحاد، وفجاه بتلاقي نفسك ان انت لعبت مع ليفربول كاس الدرع الخياليه وخدت البطوله. سبحان الله يا اخي الدنيا كانت ماشيه بالنسبه لك زي الفل، ورحت كمان جبت توماس بارتي والناس كلها قالت لك ارسنال هيكسر الدنيا في بدايه الموسم، بس ايه اللي حصل؟ المشكله هي اللعيبه كان عندهم طلب واحد بس قبل رحيل ليونبرج، مش عايزين مدرب صغير يتعلم فينا. هم جابوا لهم ارتيتا، المشكله كلها ارتيتا لما بدا يخرف، ارتيتا بدا يخرف فكره ان 3 4 3 ماشي مش تمشي كل الماتشات لان مش كل الفرقه هتهاجمك. لا خلاص بكسب بيها مش هغيرها، ما غيرهاش تمام. الفرقه بدات تقع منك، موضوع نصر اوزيل بدا ان هو يبقى زارع الحد، بدا يبان قوي ان انت واخد طرف الاداره، والاداره بدات تتكلم على ان هي محتاجين نمشي موظفين، وفجاه الاداره دخلت تتكلم على اللعيبه، وفجاه كل حاجه بدات تقع منك. بابلو ماري وصليبيا بقى بيلعبوا فرق 23 سنه ومحدش عارف النادي ما بقتش موجوده معاك خالص ليه، والدنيا بدات بالنسبه لك تفك، واللعيبه بداوا يعرفوا ان مايكل ارتيتا
مالوش اي طلب. ودي وقتها كانت النهايه، لما اللعيبه بتوعك يعرفوا ان انت كيس جواف ومالكش اي شخصيه مع الاداره، الموضوع بيبان تماما ان انت ضايع تماما، غير ان انت مالكش اسم وسي في يسندك كمدير فني، فطبيعي تماما ان هم يشربوك، وطالما اللعيبه يشربوك خلاص الموضوع خلصان تماما. هتلاقي قله حماس، هتلاقي لعيبه زهقانه، هتلاقي واحد زي اوباميانج لما جه في بدايه الدور الاول حس ان هو خلاص انا غلطت ان انا جددت وانا مش هكمل معاكم او هنكمل معاكم وهقعد اتدلع لحد ما نشوف هيفضلوا مع ميكل ارتيتا امتى. قبل المباراه كان في كلام متسرب على ان ممكن في حاله الخساره يتم رحيل ميكل ارتيتا ونرجع لارسن فينجر تاني علشان خاطر ده الايكون بتاع النادي، او نعمل ايه بقى؟ نجيب رافا بينيتيز. ودول حلول تحسها كده جايين من ورا سليمه بصراحه، مع احترامي دي مش حلول اداره عايزه تفكر عايزه تنجح، دي حلول اداره بتفكر ان هي تلعب لها لاعبين ثلاثه اربعه من الناشئين ويفكروا يبيعوهم، نفس اللي بيحاول يعمله ميكل ارتيتا. حتى هو خسران بينزل سميث راو، حتى هو خسران بينزل بالجيون اللي هو مفترض اللعيب على الدكه، بس اهم حاجه نزله يمكن يكون شاب ويطرح والفرقه تبيعه وتجيب من وراه فلوس. ودي المشكله كلها، مشكله سياسه اداره يا صديقي وليست مشكله اوناي امري او ليون بيرج او كمان ميكل ارتيتا. هو العيب عليه يا عيني ان هو كان حابب يكون كالراجل الاول، يعني كان تعبان مع جوارديولا في الراجل الثاني قال لك اشتغل راجل الاول، وديك اشتغلت راجل الاول، رحت اشتغلت مع ارسنال ومشيت بكل حذافير الاداره عايزاك تعمله، البس بقى البس. يلا خد الشر وراح. قلت له والله قلت له استعجلش بالشغل في الشغل يا ابني كراجل الاول، بس مش ارسنال اللي تفكر انك تنهي مسيرتك مع السيتي وتروح تشتغل هناك، البس يا عم الحاج، اديك رحت مع اللي راحوا وغالبا كده تقعد ثلاث اربع سنين لحد ما الناس ما تنسى الهبل اللي حصل معاك في تجربه ارسنال، وغالبا هترجع تشتغل راجل تاني برضه. ما استفادش اي حاجه من التجربه، ولا الفرقه استفادت، الجمهور بس هو اللي اتحرق دمه بس.